السلام عليكم. فرانسيسكا هو مركز الجبلية. دمر أيه مركز دلك البحر ماذا أيه هو مركز فرانسيسكا؟ أي دت كيس مدحرات ذي دلك عالم كسدحاد اللجوية قانني. سمين أيه المجال ذا أي تشبين أيه؟ هذا ندع عدد أيام مركز جدلك سو أسبوعاتي. مركز أيه مدحرات. كده مركز تدبئة تنشر الصلاحين تسايرو بشيء. أي بولس كفرانسيسكو حبت غنيسيين أو بنتين. وحدر كاس قلبا قدية يا مدحرات دعو بادن دادك قارد أفريكا كسو تشيدا يكوي عرفت هذا وحمرك اللقوبة يا بسميان وطبلا قدت سينا يا إلا مناك نصار يا هنتي لقارك لولا يا هي هنتي لقود بابورا يا لقلبا يا اللقوبة يا أما يقو أهل كودة تاغن وباركن كودة كوتشرا طبلا سولا يا أوله العنا يا محاك داعي فرانسيسكا حسدك عاصل محاسة بابي مروح لقاري وايه قلالا سها يا قسك تشوك تدا فرانسيسكو وكوش يا قناولي جيبا أي دي بصول لابن لهايين سورة ما تهين كعدون الله المالكي فرانسيسك اي وينا اي مركلا دعان كسو الوادنا فبوكا قضب كاس بسمي قواردي عادية بس اسكي تدوينها قاري باركين يالا سي انكل الريبس اي وابيرس لهين ايا دبلوغ بتسي اي اولوغ بي مقالد يفتينك اي تشعيلك اي باريس وي كرحرنتي waxa ka dhacay kama aanay dhicin ruushka markii ay Wagner galeen ee inqilaabka hubaysan ay ku qaadeen kama aanay dhicin waxan Faransiiska shacabkiisa hadda ay sameynayaan ha haadin kuwii dhalatka ahaa ama kuwii soo haajiray gubitaankaas iyo burburintaas waxa sii dheera in shacabkaas ilbaxa ahaa ee Faransiisku ay boobeen meheradii magaalada kadib markii ay jabsadeen waxyaabahaas inuu ka soo sheekeynay oo dhameeyay waxa ay ka dhaceen Paris oo kaliya iyadoo aan magaalooyinkii kaliya la isla gaarin badiba magaalooyinkii waaweynaa ee Faransiiskuna waa la mid uun أما ويبا كسي درينيهين باريس مركا وحاي بلوشة دا فرانسيسكو سمينا يان ماهام مدهاران إوا دقال دبيو كبيتان لاديك سينا يو ميل كستو حنا قاسيو قارينا دب عيالا سوري وحا قاري دالكا فرانسيسكا خساري بلايين دولار لغو قياسي سيدا اوغا سوا كبتانا عيادك تهي وحا هيجن لقلية إنكا بدانا فرطن كون او بوليسا سايو قهرتاقان مدهاران داداسي خساراهاس عاسمد باريس كلي جدنا وحا لقاهو لقلية شون كون او اسكري لكن وحبا يلاها دوي قبن كري لأيهين بلسما داما او عرد بلشدو اي كاود بدن تاي بوليسكاس وحي قوب شوين كي قارين سكول لدي سلقيا دي اي حتى دولده هوسي روغيه دولده ايا لقوب اي مركي وحكالبا لسرد عفاي وحي شعب كو ديكسنا ايام بمبادا قرارة دا اي مولوتوف وحنا وارنكو قاري هير مقالوين كي ووينا اي آني ولي شقاقه دا سي قارين بندو لسارو وصو دي كرونيه لغا ممنوع دوت كوبين اي ديبادو صوبحان وحاس ورنمو حي كردشين ويل ير او تدبيت من جرقا او سي كبيرو واسكري حبادو قلوفتي kadib markii la qabtay isagoo gaari wada laakiin aan gaarin daadi qaanuniga ahayd ee gaari wadista dalkaasna xaalkiisu meel hadhis ayuu maraya dhanka kale inuu kendeeyo iskan gubay kitaabka quraanka ee dhankaas Sweden magaca xurriyadda ayaa lagu baahinayaa abuurinta iyo muqooninta cid kasta oo aanay doonaynin amaan la aragti ahayn magaca maxabada iyo isu dhawaysiga ayaa lagu baahinayaa naca iyo nacaybka iyo karaahiyada magaca ixtiraamida cid ka duwan ayaa lagu baahinayaa ixtiraam laanta cid kasta oo iyaga ka aragti duwan amma siday wax war ka yana wax walaar keenin waadadooda imaaha ceebtooda laakiin waxa duqan saacaa ka rumaysta isaga oo xaqiiqooyinkaas u dhana jeeda baaqiyadooda ay warka inay isaga wax tarayaan muddo shan bilood gudahood wa markii labaad ee maxkamadda Sweden ay ogolaatay in kitaabka quraanka kariimka ee ummada ballaaran ee muuminiinta lagu gubo faras magaalaha iyadoo loo cuskanayo xurriyadda cabirada iyo xurriyadda muujinta waxaad aaminsan tahay idan adha maalin ciid waa in ka badan 2 bilyan oo qof مالن حاجكي لو قدين ايو ايقو افر حد عيدا قادن ايا ايا مساجد كو دي لسلسو تاقي ميكروفون ايضا كر لوها يوحي يوغو مقدس ايسنا اي امدا سيكو لادن ايين كتاب كو دي مقدس كاها القرآن الكريم وحنا داد كاس الوش ايقا ان لو قبا يو قرآن كو داس مقدس كو داس ايضا ولي بل وجس جيس ايو او كا عرهي سين ايك تهي وحنا نكاس كو حيرنا اسكار تدل كاس سويدان او الالي نيسي واهيو وحنا نكاسو بلاري انو كا عرهي سيو لب بليون او مسلمين لكن مركان وحال ليابلي wuxiga ayuu adeegsadeen fulinta qorshahaas anshax darrada iyo dhaqan xumada ah wuxiga ayuu adeegsadeen ku jeesjeeska muqaddaska islaamka huwanin araba iraqiya ku hadlaya afkii quraankaasi uu ku qornaa fahan aanu ugu dhineyn muhiimadda quraankaasi iyo meeqaamka uu ummadu maxamed la joogo wuxigaas ayay adeegsadeen xataa hoganka dalkaasi Sweden oo saxaafadda la hadlay ayaa saacad u tilmaamay inuu yahay arrin qaanuni ah oo uu xaq u leeyahay qofkaasi laakiin aanay munaasib ahayn inuu sidaas sameeyo maadaama ay shaqaaqo iyo qas ku furayso fursada ay doonayaan inay NATO ugu biiraan ajiib NATO inay ku biiraan ayaa warwar ku haysa tan kama laha laakiin ku tumashada muqaddasaadkaas bulshadaas kitaabkaas muqaddaska ee muslimiinta marka aad ku tumanaysid ee aad turtuuraysid aad gubaysid xoraya tahay
لكننا توهم جلسوا يهود الدعادة للبومبونية اي هولوكوست كوني متاي اي لح مليان احايد واترهدو ملاشين مليان اي برا اي احايد سينبا لوما اغبالا ايو ودنبي مركابا اسكرا ايا لغوغو دلبان ايا سيدي اي دلقي ستيا ماد عيد دعادي محكمة ايا لغو سار ايا مدحارقان والغوغو حكوم ايا وايو عيد قارا ايا درين كده ايا عادي فديدكو عياريسا هاديس يدو كالي ادقوم اللوتك وحكاية رشاكتو اتوه يري جلسو اترهدو ملاما هاوح نيتشر ايا دبيع ايا ايا ديسورنر ايا خلخل dadkaas ku dhacay er iyo dulba walaga qarnaya baraha bulshada wala xiraya in adiga laftada warrunku xari kugu la dambeeyaan waa suure okay awi xurriyadii qoomuludka iyo yahuuda gibigood ba dhowr iyo 10 milyan ah ayaa ka maamus iyo meeqam sarreeya 2 bilyan ee muslimiinta intaas yari waxay doonayaan xataa hada lama gelin karo laakiin 2 bilyan ee muslimiinta muqaddasadkooda waa lagu tumanaya hawada ayaa loo torturaya cid mashaaciirtooda iyo dareenkooda la ilaalinaya ma jirto muhiimma aha iyagu wax kasto lagu ka ciyaano waa xurriyad cabraad xurriyadana cidna laga hor joogsanayo dabcan waa marka labada qolo ee iyaga muqaddaska laga dhigay aynu ka reebno ee maadaama dayuska awjiga ay markan u adeegsadeen kutumashada muqaddaska islaamiga ah oo kasoo jeeda dalka Iraq ee islaamka ah bulshada Iraq oo gadootay ayaa jibaaxday safaarada gaaladaasi Sweden halkaasna cadaadooda si xoogan ugu cabiray dalka Morocco Maghrib ayaa isaguna kala soo baxay Sweden safiirkiisi kadib markii falka xun uu ku kacay isaga oo muujinaya inaan xulirkoodu sidii hore u sii wanaagsanaanayn waxa iyaguna aanu yareysanin ee markan awood ay ku hadlaan yeeshay waa cabiray ka xumaanshahooda cabiray uun Algeria, Saudiga, Imaraat, Masar, Kuwait, Qatar, Urdun xataa Mareykanka ayaa ku tilmaamay ixtiraam darro in quraanka lagu gubaa asarna waxay ku baaqdayba ummadda islaamku inay joojiyaan inay la macaamilaan shirkadaha Swedishka ah waxa caalamku maraya xilli dhankastaba xasaasi ka ah dhankastaba dhanka doonta keeg xilli 2 bilyan oo muslimiina mashaaciirtooda عادفدوده يرايو العام كوده لكل تشيدن ايو حل اللي اسكوده ايو ان الرحالي قليو مسلمينتا مد نعبا مد لسوده قالمي مد سوحة سوقي ايو مد عادي ولا نورابا لكن اسودن ايو دو درفك كلا ايو تاقن تاي او وحيو بلعدي ايو امد اسلام كالا دقالنتو وحيو بلعدي ايو سيسا حافظي سن امر رايو العام هانو لا دقالنتو مقدسات كوده ايو كوشاس جاستو حل دلالك ايو اسلام كان نعبا اي بدبا دلالك اسلام كوميستي سيدا فرانسيسكو اي ديدين ان دول كوده لغو قبا قرانكا إذا بدرد سويدان وحي سببتي إن دلال أي سياسة دو غار إسكو هايان وروشك يو تركيو أي سفكو ركيكي جيران أي توسوكو باريران فعل كاس حوني أي سميسي سويدان أي سياعد غنفكو غنفتان تاسنا يكو كاس بادان محبادا إي رايو العام كا إن بادان أوه بلشيدا إسلام كا وايو وحيدت كاس عامدا أو باداني كحناقين دلغو شيكي يي إنو إلالينا يو حرية دا يو حقوق دا إد والبنا واركتي دا إيا منادي دا احترام أيو لكن احترام دردي يوغو وينيد سمينا يا isaga oo ugu gabanaya xurriyadda ayaan ilaalinaya laakiin maxay ka dhaaftay Sweden edabtaradaas kadib markii bulshada Iraq ay safaaradoodii Baqdaad galeen ee shaqaalahaydina ay ka baxsadeen waxay Stockholm digniin oo kala dirtay safaaradahaydii ku yaalay dalalka Islaamka ah iyadoo ka cabsii qabta falcelintaas la mid ahay inay kaga timaado iyagana wanu leegi doona bal edabtaradaas halka ay kula dambeysay Sweden assalamu alaykum